تامر نبدأ من آخر يعني ما انتهى به كلا الفريقين، وموقف الكابتن شوقي غريب وموقف أيضا الكابتن أحمد كشري، وكل منهم في جدول مسابقة، وأعتقد المرحلة اللي في البداية دي كل واحد أو كل مدير فني بيحاول أنه يجمع بعض النقاط. شايف موقف الفريقين بالنقاط وموقفهم بالضبط وترتيبهم في جدول الترتيب؟ هو الموقف متقارب جدا لو بصينا في الجدول، فرقة عندها 7 نقط وفرقتين عندها 6 نقط، ظروفهم متشابهة. فرقتين يمكن عانوا السنة اللي فاتت برضو، ما يمكن ام بي كان وضعه افضل من مقاولين السنه اللي فاتت. السنه دي داخلين الدوري يعني يمكن العماره السنيه مقللين العماره السنيه، بقى معظم الفرقتين هتلاقي فيه شباب كتير قوي. ام بي طبعا بيواجه ان انت لما يكون عندك احسن 3 لعيبه في الفرقه السنه اللي فاتت واستغنى عنهم يرحلوا، فاكيد هتعاني السنه دي طبيعي. ولكن كابتن كشري قدر في البدايه، يعني في البدايه كانت النتائج غير جيده، كان في اول 4 ماتشات تعادلين واثنين هزيم، رغم ان التعادلين مع فرقتين تقال جدا سواء بيراميدز او الزمالك، ولكن بعد كده قدر يكسب بنك الاهلي. يمكن التعادل اللي على ارضه المباراه اللي فاتت مع حرس حدود اعتقد ان هو اضاع نقطتين مهمين. فالفرقتين يعني شايف ظروفهم متقاربه، بيلعبوا بنفس الطريقه. لو بصيت هتلاقي الفرقتين بيلعبوا 3 سنتر باك، هتلاقي عندهم برضو قدام لعيبه عندها سرعات زي رفيق كابو او لويس ادواردو في الفرقتين. فاعتقد ان النهارده ماتش فيه تكافؤ كبير قوي، وما تقدرش يعني اللي هيكسب النهارده اللي هو ماتش بيقول 6 نقاط.